جيد في الكرة الليبية. العام يخسر كرة خطيرة جدا. فرصة نوار يطلب الترجي. باص كرة طويلة تمشي برا. في كلاسيكو في بنغازي. 2-1. بينما كرة خطيرة يخرج نوار. الشوط الأول وسام بن يحيى. ينجم يصوب وسام بن يحيى. والحارس وسام ناو. لكن باش نشوفوا مرة أخرى. وسام بن يحيى يبعد على سيان بن يوسف. يصوب. وكانت تصويبة ممتازة من جانب. فادي الحميس ما تصورش انا الكرة يطلع وسيم نوار مرة أولى فادي الحميسي يصاب على القائمة الثانية والتدخل من وسيم نوار يخرج كرة للتماس عكس طويل يطلع هيثم بن سالم يدخل كرة وسيم نوار يبقى ملقى على أرضية الميدان هيثم من أعلى طراز اختير على فادي حمروف والفرصة الهدف الثاني تضيع لحد الآن ضاعت الرواق الأيسر كرة اختير اللي بقي ممتازة من وسيم نوار تسديدة شرف الدين بالحاج كرة فيها راجعة يعني هذه الكرة قبولة يبحث التسديد ربما الأولى تبغى بدون عنوان تسديد عقبونا تسديد بن عنوان إلى الكور في دين وسيم نوار في دين الحارس وسيم نوار تمركز صحيح وكل بول الدم معناها تدفع على حساب الأهلي الماتري وتبع هذه الكور ويخرج وسيم نوار ويخرج مرة أخرى وسيم نوار يبعد لخطير الأمامي 3-2 شادي الأمامي يلعب كورة لدومينيك داسيلفا وصعود بالراس من وسيم نوار ممتاز التدخل بالتكبير وكمال زعيم يحاول المباغتة ومرة أخرى وسيم نوار يبنيوها صحيحه ويقوم بتغييرات وهذا تدخل ممتاز واحد توا قاعد يحاول باش ما يخسرش لاعبين ولا ما يخسرش يحاول يزيد في الفارق يحاول يخلي كل لاعب يزيد يفرح جمهوره النادي الرياضي السبسي كل لاعب يحب يبين المدرب نتاعه اللي كان يدخل حياته يحب يبين عنده مكانه واللي كان يلعب يحاول يحافظ على مكانه ويظهر لي معناها في الجمله شفنا مباراه فنيه ممتازه بالرغم اللي كانت اليوم نشيد لاعب رواق خلق مشاكل شفنا ربيع كل العاده فريد حاول بلمس ينافق التوزيعة وأسميلا بابا ومن جديد وسيم نوار من جديد بابا وإعادة للتوزيعة من جوني منافق ثم أسميلا بابا والحارس وسيم نوار ممتاز أغلق الزاوية شمرة إلى حد الآن نسق و داري نفخة مصعب ساسي مصعب ساسي وزع على مستوى نقطة ضربة الجزاء والحارس وسيم نوار ياخذ كورته نوار طويلة من سادات بخاري ويخرج وسيم نوار يخرج وسيم نوار أمام مصعب سوسي ديارا يكوبا ديارا يتوغل يكوبا ديارا يتوغل ممتازة ممتازة العملية من يكوبا ديارا وممتازة تدخل الظهور شوف العملية كيفاش كانت يتوغل يعني بمجهود فردي يكوبا ديارا بقوة في زاوية مغلقة بابا أسميلا بابا أسميلا والحارس وسيم نوار الحارس وسيم نوار ممتاز امام بابا اسميلا الحارس الترجي الرياضي التونسي اذا كان وجها لوجه في وضعيه سانحه اللاعب الكاميروني لفريق وافل قفصه كان المساحات كانت امامه وتالق من جديد معناها في الحوار الحارس وسيم نوار ممتاز الحارس وسيم نوار ممتاز في تفادي التصويبه الاخيره تحت القائم إعادة للمحاولة من أحمد خشين والحارس وسيم نوار الثاني كما شفنا من الساعة الأولى تاع الشوط الأول مستوى طيب ومسؤولين زملائنا التقنيين الفنيين المصورين بين المخرج عماد بغداد قاعدين يعاونونا في المستوى التوزيع خطيرة فرصة هدف للشبيبة فرصة هدف للشبيبة وتألق ياخذ راح يسدد بقوه يشوف الحارس بامتياز طريق زيادي ومع زياد الدربالي زيادي ومهد وكره خطيره لدرجه الجازي وفرصه خطيره لتبديل البارد وكره يسقط طريق زيادي
وتضيع الكرة. ونفذ الكرة وموجودة للنوارة على مارتينز ديكورتو حارس الترجي. نهاية الوقت الأصلي 7-0 للترجي التونسي. شوف الكرة كانت قوية مؤثرة ديكورة وكادت تفلت منه. وسيم نوار على مارتين ترجع استعمل الكرة ليوسفي والحارس وسيم نوار الآن. وسيم نوار حقيقة يتألق في اللقطة الأخيرة وكاد النادي الرياضي لحام النوف يرفض الهدف الثاني. فرصة تضعيف النتيجة تضيع على نوف اليوسف. فرصة خطيرة لصالح الشبيبة منذ دقيقة ثانية المباراة. هاو شاهدوا إعادة كانت تسديدة قوية من كلود غوندو وأيضا أحمد هلالي بولان غنامي نظيف. ممتاز الحارس وسيم نوارة. كرة كانت في حقها من بولان غنامي علي وتدخل كان في حقه أيضا. بزوج ممتازين يعني شوف الإعادة كانت زاوية صحيح وحارس اللي كما قلت يسدد والحارس وسيم نوار ياخذ الكرة وفمرايا الحكم يعطي أسبق تصويبه بالساق اليسرى معناها في الزاوية 90 ويظهر لي معناها بداية موفقة للترجي الرياضي. عديدة في هذه الكرة الثابتة وكرة وتدخل بالرأس من سيام بن يوسف المتابعة من خرج القربي يلعب كرة لمسة واحدة دومينيك داسيلفا التوزيع والكرة في تدخل وسيم نوارة بل كمان زعيم. وسيم نوارة لحد الآن ثابت في كل التدخلات في أول مباراة رسمية مع الترجي في تونسي. ابن النادي القربي منجم كبير بتاع لاعبين لاعب آخر من النادي القربي وسط ميدان الترجي زين عبدين السويسي. من جديد التوزيعة ووسيم نوارة من الجانبين منذ البداية الحوار بين زوير الزوادي وكذلك أفول أريسان باش يتواصل وسيم نوارة الحارس أفول أريسان المتكون في فريق فيرنورد روتردام الهولندي الدولي الغالي. يرجع للحارس وسيم نوارة اللي بدايته كانت في ملعب 7 نوفمبر بيرادس مع الترجي ضد النادي الرياضي الصفاقسي. سيام بن يوسف رجع الكرة مباشرة إلى حارس مرمى كان صعبة يزم رجع الكرة بالرأس اجتازت إذن الخط النهائي للمرمى حسب الصورة اللي أمامنا. من هدف لصفر منذ الدقيقة 25 وأكيد أن هذا الهدف باش يعطي انطلاق يحيى وتمشي أمير العقرود. أمير العقرود إذن حضر الكرة يحاول باش يوزع أمير العقرود وتدخل من سيام بن يوسف كيس يوزع طويلة وصعود وسيم نوارة ما يخدش الكرة. يعبة الدربالي للهجوم من خارج كرة متماس اختيرة لنادي حملان فالتوزيعة والكرة تعود من قدم المدافع العربي للحارس بعد الأمتار القانونية. أنيس بن جويخة أيضا مهدي مرزوقي أنيس بن جويخة أيوان وينفذ والحارس هذه عادة تسديد الكريم التويتي يمشي الكورة مرة أخرى دفاع قوي في الدخل طول الكورة سهلة في دين وسيم نوارة وسيم نوارة حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي اللي ما جاتوش يعني وجه لوجه مع وسيم نوارة مسيرة الكورة للنادي الاسفيقسي أخطر فرصة للتعديل. شكر البركاوي يوزع على مستوى القائم الثاني شادي الأمامي والرأسية خفيفة في دين الحارس وسيم نوارة. شكر البرقاوي عن تلاتة التشوط الثاني وسام يصبح هو يعني دراجة ومساكني وميتن نيرام ولكن ما شفناش قبل ما تخرج وتفتك عليك الكوماندية سيادة الدرباني إلى وسيم نوارة يلعب كرة طويلة غير الدراجة وليدي سفاقسي لعبوا مع الفريقين اسكندر السويح وكذلك وسام العابدي كمال زعيم يفتح الزاوية للتصويب يصوب وسيم نوارة مرة أخرى يتصدى لهذه الكرة كانت قوية أرضية يعرف منيح لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. اعتبار مباراة اليوم 29 مباراة
من 22 حكم 21 كانوا توانسة كورة لي هيثم. المحاولة في عكس الهجوم والتغطية. التغطية كانت كورة مباغتة. تبقى الكورة لبلال الكونتاسي والحارس وسيم نوار. حقيقة كرة الثانية في الدقائق الأخيرة لفريق وفد محاولة من رضوان بن ونيس. المحاولة في التوغل. رضوان بن ونيس من الجهة اليمنى لهجوم فريق وفد. المحاولة والكرة تصطدم ببابا اسمايلا مباشرة للحارس قتيلة لقوافل كفصة التسويبة بين بن ونيس والحارس وسيم نوارا. سبق سيم بن يوسف رضوان بن ونيس وخروج في الوقت المهم أيمن شويني منافق التوزيع في محور دفاع الترجي والحارس وسيم نوارا. تلقت هجوم حاليا في البطولة شرف الدين بن حاتي في قوافل كفصة والحارس وسيم قفصة رقم 12 حمزة زكار. وإعادة من جديد المحاولة من رضوان بن ونيس. اللعب في العمق وثم وسيم نوارة قدم سادات بخاري ياخو كورته توغل مصعب ساسي. يتوغل مصعب ساسي التصويب والحارس وسيم نوارة. المرور والتغطية والحارس ياخو كورته وسيم نوارة ياخو كورته. زياد الدربالي هو اللي قام الخطة نتاعه. أي محاولة لصلاح النجم والحارس وسيم نوار في ضربة ركنية. التصويب الرأسية والحارس ياخذ كورته. لأنه أحيانا تسمع بعض الفنيين يتكلموا على تمتاز العملية. عصام جبالي التصويب وكورته ضعيفة في دين الحارس وسيم نوارة. صوب أيضا جلال الخادم ترجع الكرة أرضية في منطقة الجزاء وكانت خطيرة. قدري الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة بالنسبة للترجيس. مروان بلغور ربما سيسدد الكرة. موجود هنا سعد الورتاني. مروان بلغور مؤطرة وموجود وسيم نوارة. موجود وسيم نوارة تقريبا أخطر المحاولات إلى حد الآن. يخرج نوارة وضعية الآن تكتيكية مناسبة للاتحاد. الخط قدام حارس دولي في يوم اليوم وسام كما شفناه في مباراة لكن في مستوى طيبة جدا. يعطي الصحة خاصة لحارس الترجي والشبيبة قريبة من الهدف. لكن مرة أخرى